أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم. يعني أن الإنسان بطبيعته ممسك بخيل. في آية أخرى الله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح يعني البخل. يوق شح نفسه يعني يحفر من هذا البخل الطبيعي الموجود. هذا طبيعة الإنسان هالشكل. ماكو فرق بين تاجر وكاسب وعالم وجاهل وخطيب وشريف ووضيع وشاب وشيخ ورجل ومرأة. هذا طبيعة الإنسان أنه شحيح، والبذل عليه صعب حتى إذا مو محتاج. قد يكون أنا عندي دينار، وهذا الدينار أريد أن أنفقه على نفسي وعلى عائلتي فما أنفق. قد يكون عندي 10,000 دينار، لكن هال10,000 دينار إني أحتاجها في أكلي وشربي ومسكني وملبسي وأولادي وزوجتي وسفري وحضري. قد يكون لا أدى أكثر من نفسه ومن أولاده ومن كل شيء ثم لا يبذل. الإنسان إذا عنده قدر نفسه ولم يبذل هذا شيء طبيعي، لأني أنا ماكو داعي لأنه هذا الخبز التي عندي ولي ولأكلي أصرفه على نفسي، هذا شيء طبيعي. ولا يكون في الإسلام فضيلة المواساة وفضيلة الإيثار، هذا أكو في الإسلام. لكن الكلام في أنه كثيرون الناس الذين يملكون فوق حاجتهم ثم لا يبذلون. الله تعالى يقول من طبيعة الإنسان أنه لو كان يملك خزائن الله كلها هم كان ينفق من طبيعته. وفي الحقيقة هذه الطبيعة نجدها نحن وكل من يجدها. أناس يملكون ملايين حتى إذا هو أكل وابنه أكل وحفيده أكل هم أزيد، مع ذلك بينفق. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم بالطول. بالفعل هذا الشيء موجود في العالم، في كل العالم. ولذا من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشخص الذي يحفظ من هذا الشح ومن هذا البخل الطبيعي هذا مفلح، يعني هذا قد أفلح وأنجح وسيطر على نفسه. هذا أول الخطوة، أن الزائد الإنسان يبذله. ثاني الخطوة يسمى المواساة، وهذا خطوة جدا رفيعة. يعني شنو؟ عندي خبزة واحدة وأحتاج إلى هذه الخبزة، نصفها أكله ونصفها أبذله. هذا يسمى مواساة، يعني مناصفة. هذه الخطوة الثانية حتى يصل إلى خطوة الأنبياء والصالحين الكبار، خطوة الإيثار. يعني أنا ما أكل خبزتي وأعطيها للفقير، مو أعمل عائلتها، لا أنا شخصيا. هذه تسمى بخطوة الإيثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خفافة. يعني قسم من الناس هؤلاء عندهم حب الإيثار، يعني يرجح الغير على نفسه. الثاني درجة أنزل ينفق الغير مع نفسه. الدرجة الأنزل ينفق الفضل حتى يصل إلى البخيل. البخيل اللي هي يجبر الواحد عند الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قصة مشهورة والكثيرون سمعوها عن الخطباء ومن غير الخطباء. جاء عند الإمام الحسين واستعطى من الإمام. الإمام قال لخازنه: أعطه ما في خزانتنا. الخزانة يعني محل المعد للفلوس. سابقا ما كانت بنوك ولا صيارف في هالصورة، فكل إنسان في بيته كان يتحفظ بصندوق قوي أو ما أشبه أنه يخلي به فلوس، حتى ما يتمكن الحرامي واللص يبوقه منصوب في الحائط أو ما أشبه. فقال الإمام: أعطيه ما في الخزانة. من خزنة يعني جمع، يعني حفظ المال. هو
وراح شاف في خزانة الإمام أكو 4000 دينار، 4000 دينار ذهب اليوم ما هو فلوس مو ذاك اليوم، 4000 ما أدري مثقال ذهب كثرها اليوم 7 دنانير 6 دنانير 5 دنانير، أفرضوا إذا مثقال ذهب 7 دنانير مثلا ما أدري على إيش كثر، 4000 7 دنانير يعني إيش كثر يصير؟ 28000 دينار. فرد فقير عابر يسأل عن الإمام عليه الصلاة والسلام، لكن فقير عارف في الحقيقة، فقير فاهم، لأنه أنشد الإمام هذه الأبيات المشهورة، وفي الحقيقة أبيات قبلت عند الله تعالى حتى اشتهرت هذا الاشتهار العظيم. لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، يعني فرد واحد اللي رجاك ما يخيب، ومن يطرق بابك الحلقة المنصوبة على الباب حركه وطرقه هذا لا يخيب. لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، عند جواب كريم وأنت معتمد، يعني معتمد عند الفقراء، يعني الفقير إذا قيل له اذهب إلى فلان ما يقول أنه يطردني، يعتمد علي. الآن أكون في كل بلد الشكل، إذا قلت للفقير روح يا فلان يقول لا هذا ما فيه خير، روح يا فلان يقول هذا ما يخالف كفو والنعم. لا لا سيدي، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. الإمام توجه إلى خازنه وقال شوف شكو عدت في خزينة كله أنفق كله. ثلاث أبيات شاف 4000 دينار، والدينار الذهبية يعني صر يصير مو مثل دينارات الكاغذية وما أشبه، 4000 دينار كاغذ الكثر، أما 4000 دينار ذهب يصير كيس كبير من الذهب. قال يا ابن رسول الله إذا أنفقت كله لهذا الفقير ما للعائلة؟ الإمام الحسين قال الله للعائلة، فأعطاه 4000 دينار. حس إذا فرغ الإمام الحسين ما كان أعطاه 4000 دينار، هل 4000 كان تدفع؟ بس أنه قسم من الناس عقلاء أذكياء، قطع النظر عن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء يشترون مدح الناس ويشترون سمعة طيبة لأنفسهم، حاتم الطائي إنسان ذكي خلى بنفسه، وفلان شيخ المعاصر لحاتم الطائي عشان الناس ما سامعين بس شنو أصلا، لأن حاتم الطائي رئيس قبيلة مو أكثر ولا أقل، رئيس قبيلة عربية لا أكثر ولا أقل من هذا، من القبائل القاطنة في الحجاز، لعله بالمئات قبائل كانت، الآن قبائل أكو، هل بدو الرحل كبر أكو، حاتم من جملتهم لا أكثر، وقبيلته مو قبيلة كبيرة كما يذكر المؤرخون، لكن هو إنسان ذكي، عرف كيف يخلد نفسه، وفلان إنسان فرض إنسان ليفهم، وشنو الفائدة في الحقيقة؟ فرد واحد من أصدقائنا نقل الله يحفظه الآن موجود حجر رضا الجعفري في طهران، هذا كلش إنسان طيب، يقول أنا وشيخ حج عباس علي إسلامي أيضا تاجر آخر، هم كتلة تجار 10 تقريبا، هذول كانوا يقومون بأعمال خيرية، وفي الحقيقة هذول كانوا قدوة، هو كان وواحد آخر اسمه عباس علي إسلامي، وواحد ثالث اسمه أبو الحيل، هذول كانوا معهم يجون إلى كربلاء كم مرة زارونا وزرناهم وكذا، يا أبو علي واحد منهم، 10 هم تجار كانوا واقفين أنفسهم للخير، وقع أذكياء وكسر مشاريع سووه هذول، من كيسهم كانوا يطلعون ومن الناس كانوا يطلعون أيضا في نفس الوقت كيسيا وناسيا أيضا، الله يرحمه وقع أذكياء. أنا أذكر أي وقت اللي هذول كانوا يجون إلى كربلاء وفقراء يعرفون أنهم جاءوا يفرحون، حجر رضا الجعفري وحجر عباس علي الإسلامي وأبو الحلم وأبو علي وهذول 10 كانوا واقفين أنفسهم للخير، يبنون المساجد حسينيات، ينظفون صحن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، يجيبون شباك ذهب ويجيبون شباك فضة، على هالمعدل كل هذا كان شغلهم. هناك طيبون هذول بنوا حسينية الطهرانية في كربلاء، حسينية الرحمة اللي هسه موجودة الحسينية، هو نقل لي هذول 10 هم القائمون بالبناء، هذا حاج رضا الجعفري نقل لي وحاج عباد علي وهذول اقول كلهم دائما كانوا معا، جاد كبار ايضا اخيار، يقول رحنا اول ما نريد نبني حسينيه الطهرانيه في كربلاء كلمنا حول انه
شلون بناء هذا الحسينية والناس قالوا ميتوا الناس وكذا، وقلت احنا نتوكل على الله وندش. وين شفت فرد واحد ايش كثر تعطي؟ قال 50 تومان. ذاك اليوم 10 توامين دينار ذاك اليوم. شفنا واحد اخر 100 تومان، شفنا الثالث 30 تومان، رابع 40 تومان، 50 تومان، اي شكل. يقول جماعنا، يقول بعدين هذول الفقراء لما خلصناهم قلنا نحب نروح على التجار. رحنا على تاجر اسمه حاج محمد حسين كاشاني الله يرحمه، وانا كنت شايف هذا الرجل حاج محمد حسين كاشاني، كان يجي في كربلاء، ومن سعادتها انه دفن في مكان جدا ممتاز قرب الامام الحسين عليه الصلاه والسلام. فيقول رحنا يوم هذا، يوم هذا حاج محمد حسين كاشاني، قلنا له يقول هم خاف، لان كل واحد يقول، لان طبيعه البشر ان اعمال خيريه يقولون لا مو لازم مو مهم، فكر في غير شيء، هذا طبيعه الانسان. يقول رحنا يوم حاج محمد حسين كاشاني، قلنا له على انه فكرنا في نسوي فرح حسينيه في كربلاء للزائرين كذا شيء، انت موافق على الموضوع؟ قال يعني موافق. الامام الحسين اكو احد يوافق؟ الا ما يفهم. يقول قلنا له زين انت تتبرع؟ قال يوم مستعد اتبرع. قلنا ايش كثر تتبرع؟ قال قدروا. يقول هو المتبرع يقول قدر. يقول قلنا له شنو قدروا؟ انت المتبرع واحنا نقدر؟ كلمه يخالف قدروا. يقول قلنا له على انه احنا من قدر انت قدر. على كل من يقول بعد مداوله قال انا ما اقدر انتوا قدروا. شنو ترضون انا مستعد؟ يقول تشاورنا بيناتنا انه ايش كثر نقدر؟ واحد قال 1000 تومانة، واحد قال 5000 تومانة، واحد قال 2000 تومانة، واحد قال 3000 تومانة. يقول على كل استشارنا فرد استشارة طويلة، نخاف نقول أقل هو مستعد يعطي أكثر، نخاف نقول أكثر هو ينهرنا، يعني من احترم معان. فإحنا بقينا بين الحانة والمانة على قول بعض الناس. يقول على كل أجراؤنا وصله إلى 30,000 تومان ذاك اليوم، يعني 3,000 دينار ذاك اليوم. ومع العلم أن ذاك اليوم 3,000 دينار في كربلاء 6 حواش يطون 6 حواش، يعني حوش 500 دينار ذاك اليوم. يقول وصلنا إلى 30,000 تومان بفلوس ذاك اليوم. يقول قال ها شنو صارت النتيجة؟ يقول نختل نقول له افرض أنه أنت الآن رايح يمتاجر في الكويت وعلى مشروع تريد تاخذ منه فلوس، تقول لك 50,000 دينار، شلون تخجل ومتتمكن تقول له؟ يقول اختلنا نقول له، مع العلم انه بقول خدش بقولك ما ولا تبقى الروح هالشي وجوهنا مفتوحة على هذه الأعمال. يقول اختلنا نقول له، قال ها شنو؟ يقول كتابنا، كتبنا كتابة وخليناه على الميز ماله، قلنا حجي اقرأ حتى لين نقول له من يتحمل مسؤولية القول. يقول باوع ما تمكن يقرأ لأن هو يلبس نظارات. يقول ما تمكن، قال ايش كثر كاتب؟ قل له كتابة ما يحتاج، قال لي اقرأ. قال ما اعرف انا اقرأ الا بالمنظرة بالنظارة. يقول قلنا خلي النظارة يقرأ. قال فرد كلمة حقيقة هذه الكلمة ثمينة جدا. قال انا من اول عمري الى هسه ما خليت نظاره في امر الامام الحسين، ما مخلي نظاره. الشيء اللي قال له انا سويت، هو ما الله كان متفضل علي ومنعم عليه. يقول فرد واحد من عندنا هسه ما ادري قال منو، قال له، قال 30,000 تومان، لكن هو بصوت خافت ويخاف حتى ينهرنا او يهيننا، شنو هذا الحكي 30,000 تومان ذاك اليوم؟ يقول من قال له 30,000 تومان؟ طلابه طلع الشيك من جيبه وقال يوقع. يقول احنا ندمنا على انه ايش ما زيدنا، يعني ما قلنا 50,000 تومان 100,000 تومان، ندمنا. طلع الشيك وكتب. هذا حاج محمد حسين الله يرحمه جابوا جنازه الى كربلاء، وانا اتذكر وقت اللي جابوا جنازه. وبعض هذول نفس هؤلاء التجار الذين قاموا بحسينيه الطهرانيه ايضا جابوا جنازهم وماتوا وجاؤوه بهم الى كربلاء وغير كربلاء نجف. لكن الحسينية قامت، والسيد يدري والسيد يدري حقيقة عشرات الألوف من الزائرين كانوا يصلون في الحسينية وكانوا يسكنون في هذه الحسينية في الغرف في سردابها. عندها فرد سرداب، لازم الإنسان يشوف سرداب واقع، يعني سردابه فرد مرة في احتفال الإمام اللي تذكرون ما يقارب يعني 2000-3000 إنسان على مائدة واحدة سرداب يستوعب. احتفالات، سقراجات، أكثر قول السير لعله 10,000 إنسان.
5000 6000 انسان، فرق حسينيه ضخمه، وفرق سرداب قد جدا كبير، ما ادري سرداب كم الف متر، وفرق سرداب واحد يعني. فاحتفالات وقرايات وصلوات جماعه وزائرين، حتى في ايام اللي زائرين بكثره ماكو، ايام الزائرين يفتحون ابواب الحسينيه، هالمعدان الجايين من الحر والبرد والمطر كل يملؤون الحسينيه، لعله مثلا 10000 زائر من هذا المعدان مال الصحن وما اشبه يجون هنا. واجلكم الله دوره مياه عندهم 30 40 محل اكو على طول الخط هذا مفتوح. والحج ذاك مات الله يرحمه، مات وفلوسه قسمت ولم يعلم انه شنو صار، بس هذا اللي باقي منه والاشياء الاخرى التي بقيت منه. ولذا الله سبحانه وتعالى يحرض الانسان على ان يفكر في العاقبه بقطع النظر عن اي شيء اخر وعن الوجوب الشرعي او الاستحباب الشرعي للتبرع او ما اشبه. الانسان يفكر في عاقبته، هذا كان تاجرا وتوفي الله يرحمه، وفلان انسان صديق لي ايضا كان في طهران وما كان يبذل وكان ينهر الناس ولا اجيب اسمه ايضا ما. فرد واحد كان تاجر جدا كبير انا شفته، انا ما انقل عن واحد لكن ما اجيب اسمه، هذا كبير كبير على وزن محمد حسين الكاشان من الصدف، هذا كشوانيته مع كشوانيتي انا في العباس عليه الصلاة والسلام، الكشوانية اللي انا اطب هو كان من نفس الكشوانية طب. هذا يجي في ايام اللي المعدان وقت اللي كانوا يجون يطبون الكشوانية كان يطلون 10 فلوس اكثر، هذا الشيء يطلون 10 فلوس يطبون يعني هذا اجرة الكشوان، هذا يجي يفرط العشر فلوس يعطي 4 فلوس للكشوان، والتاجر على وين محمد حسين الكاشان 4 فلوس يطلع العشر فلوس، فرد كيس طويل عنده يطلع العشر فلوس من كيسه، اقول ناس عاديين كانوا يعطون 10 فلوس واكثر. انا احيانا كنت اروح على كاظميه مثلا او لا سامراء كنت الكشوان اعطي 50 فلس في تلك الايام في كربلاء، احنا كنا سنويا نعطي للكشواني، لكن هذا يجي يفتح كيسه المبارك ويطلع العشرة فلوس 6 فلوس ياخذ وبعدين يعطي العشرة. هم ذاك ما وجاءوا بجنازته الى كربلاء ايضا، ذاك الانسان الثاني. بينما حجي محمد حسين لما جاءوا بجنازته الى كربلاء لان هالخير معروف كان، فالتشيع ضخم صار له. ذاك الانسان الثاني لما جاءوا بجنازته ناس ما تتعدوا على انه يشيلوا جنازته على اكتافهم، استاجروا له حمالين، وفرد 10-15 واحد وراء خادم ماله وخادم اللي كان ينزل يمه، وفرد 1-2 من أصدقائه، وهذا هو خلص خلص. على كل حال الكلام في أنه ماله هذا ذهب وماله ذاك ذهب، كلاهما ذهب، وكل الشخصان أيضا ذهب، هم ذاك مات الله يرحمه هم هذا مات. ولذا الله تعالى يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الإنسان الذي يحفظ من شح نفسه، لأن شح شيء طبيعي في البشر، أي إنسان شاء أو أبى فهو شحيح طبعا، بس الكرماء يضغطون على أنفسهم، ولا هو ما يعرف قدر الفلوس، الكريم يعرف قدر الفلوس لا شك، البخيل ما يعرف قدر الفلوس كلاهما، ويعرف أن هذا الفلوس تحل به المشاكل كذا. يقولون فرد تاجر كان، أنا ما شايف هذا قصة في الكتب يذكروها، يقولون فرد تاجر لما كان يحصل دينار يخاطب الدينار يا غدار يا مكار يا كفار، شكبر ابتهم قشمر الناس رايح بيديهم وطالع من يديهم، أنا أخليك فرد مكان سجن إلى يوم القيامة ما تطلع منه، ثم يسجنه في صندوق الغدار البكار الكفار يخاطب الدينار يعني. فالتاجر كان عندنا في كربلاء الله يرحمه ايضا توفي وما صنع اي شيء الله يرحمه، انا انصحت شخصيا، هذا وصل حواشه الى 25 حوش في كربلاء لكن اخيرا تكسر. هو فرد مره قال لي هذا التاجر هذا الله يرحمه قال لي مثل الدينار مثل العصفور، اذا في ايدك وما سجنت في القفص يطير بعد ما يرجع اسجن، هذا هو هذا عن هذا المنطلق كان يمشي. 25 حوش كان عنده شخصية فلوس كذا، لا اقول اذن
هذا كلهم يعرفوا، لكن الجباء ما هي أخذته. هذا في الحقيقة تكسر، صار اشتراكيات عبد السلام عارف، وتكسر في الاشتراكية واحتاج إلى خبز الليل. هو اللي كان يقول دينار بالعصفور. أصدقائي نصحوا، أنا نصحته، قلت لي يا عمي الآن يجي منك خير وبيدك خير وانت مسيطر، هناك محتاجين لك، سوي لك فرد، بس ما تفرد شي، سوي في كربلاء مدرسة، مسجد، حسينية، أي شيء اللي تحب أنت. الله يرحمه. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.